تفقد محافظ أسيوط ألواء جمال نور الدين أعمال المسح الطبي لطلاب مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية ضمن حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية والتي تستهدف نحو 164 ألف طالب وطالبة من طلاب المدارس الثانوية بالمحافظة. وأعلن المحافظ استمرار حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم والتي بدأت الأحد الماضي وتستهدف نحو 1500 طالب بثلاث مدارس ابتدائية كمرحلة أولى. استكمالا للمبادرة الرئاسية في مكافحة فيروس سي، احنا مستمرين للمرحلة العمرية دلوقتي من 15 ل 18. طبعا احنا في المرحلة الأولى استهدفنا النسب الأعلى، والحمد لله انه الشهر اللي تمدد فيه المبادرة هيخلينا نحقق الاستهداف الفعلي الكامل. ابتدينا نعمل فرق بتنتقل الى اماكن التجمعات زي المدارس والمصانع وخلافه. المبادرة حاليا مستهدفة من 15 ل 18 سنة، ودي مرحلة عمرية مطلوبة انها نستهدفها. الحمد لله الاقبال عليها اكتر من رائع. الحملة مستمرة 3 اشهر، طبعا في فترات الامتحانات. الجزء الاساسي ان احنا مستهدفين 164 الف، احنا في 15 يوم حققنا 68 الف، يعني عدينا المراحل المتوقعة. طبعا هيتخلل بعد كده الامتحانات، قد يتتراجع النسب شوية، لكن انا بشكر الاقبال الشديد من الطلبة، بشكر القائمين على الحملة لانهم بيقوموا بواجب وطني وبيستقبلوا الناس بكل ترحاب وبيفهموهم الاجراءات الصحية. الاجراءات الصحية هي نفس الاجراءات المتبعة في انها بتستخدم الجهاز لمرة واحدة مما يكون امن. الاهم ان النسب الحمد لله الايجابية ما تعدتش النسبة الطبيعية، بالعكس هي ما حصلتش ربعها. احنا الايجابي بيتفاعلوا مع الاخوة القائمين في العلاج على نفقة الدولة